المنصة الوطنية لتبادل الأصول الملكية الفكرية منصة من المنصات التي نتجت عن استراتيجية الوطنية الملكية الفكرية. إطلاق سمو ولي العهد في استراتيجية الوطنية الملكية الفكرية كان له أثر كبير جدا في تنظيم سوق الملكية الفكرية على المستوى الوطني. تهدف المنصة بشكل أساسي إلى تحويل الفكرة إلى السوق، وبالتالي تعظيم الأصول غير الملموسة. نريد من خلال هذه المنصة أن نتعامل مع جميع الشركاء من أجل أن ننقل الأصول غير الملموسة إلى أصول ملموسة، وبالتالي يكون أثرها كبير على اقتصادنا الوطني. أشكر كل من شارك وعمل في هذه المنصة، وأتمنى بإذن الله التوفيق لكل من سيشترك ويستفيد من هذه المنصة.